حنا الحمد لله وشحني بوسام ملكي ربي يخليه لينا ويحفظه لينا ويطول لنا في عمره. وانا ما ديتش وسام غير على طاح على راسه، اعوذ بالله من قلت انا ما كنبغيش نهضر بزاف على راسي ونقول انا، اعوذ بالله من قلت انا، هو اللي بديت هذه الموجه اللي كتقول عليها ديال الاغنيه المغربيه الحداثيه بالايقاع ديال سي سويت. وكانت اول اغنيه هي غضب غضب غير سير، واللي مازال كنبغيك غضب، اللي كنت قديتها لحاتم عمور، اللي كانت دارت سوكسي كبير في المغرب. ومن تماك يعني انطلقوا الشباب. انا ما كنقولش ان الشباب تبعوني، بالعكس حتى هما كانوا عندهم افكار وكانوا كيتسناو شي واحد اللي يفتح داك الباب، ويمكن انا كان عندي الزهر اني يفتح داك الباب. وبانوا بزاف ديال المواهب حتى هما كيلحنوا وكيكتبوا وكيديروا التوزيع الموسيقي. والحمد لله الحال ديال الاغنيه المغربيه اليوم بخير وعلى خير.